الوقت خلص يا تارا. وينهن؟ ماني شايف شي، لا هليكوبتر ولا جنود ولا شي ابدا. مو شايف في هالهدوء؟ وهالهدوء هاد ابشع شي بالحياه يا تارا. لسوء الحظ انا الكائن البشري الوحيد هون. فيك تقولي عني الناجي الوحيد. شوفي يا بنت، هلا بعد شوي رح تمشي. رح تمشي ورح تتعودي على الهدوء، لانه وقتها ما عاد رح تسمعي شي تاني غيره. ايه بدي شوفهن وانبسط وهنن عم يموتوا. يلا لشوف. شو اللي عم يصير؟ شو هالصوت هاد؟ ها؟ شبك عم تطلع فيني هيك؟ روح شوف شو عم يصير. يلا لك، منين اجوا هدول الخيول؟ هدول احصيني شاردي، احصيني هربانه يا لي. شو هربانين كلهم؟ تفقدن منيح. يلا لي، ما في هون شي، خيولو بس. اها خاب املك ما هيك؟ ها؟ شو توقعتي؟ فكرتي الاتراك حيجوا بخيولهم وسيوفهم مشان ينقذوكي انت يعني؟ ها؟ شو؟ شوفي لا تتوقعي، يعني احسن لك مشان ما يخيب املك. لا ما كيف هيك؟ أمي سددي على الحبال، الكل لازم يتحرر وما بدي غلط. حاضر سيدي النقيب، مفهوم. أوغوز، العتمة حوالينا. اسحبوا الأسلحة الثقيلة كلياتها واسحبوا الرشاش. يلا اقتلوهم كلياتهم، بدي الكل يموتوا. لك مجموعة، لاقوا لي هداك الواطي بسرعة. يلا اهدوا، لا تخافوا، نحن جنود أتراك. من وين راح الواطي؟ راح من هالناح. راح من هنيك، القائد تبعهم راح من هنيك. يا جيت، أمن المكان فورا. لا تخافوا، صرتوا بأمان. قالوا لي عنك إنك ناقوس الموت، صح الحكي؟ ها؟ جاوبوا لك. ها؟ انت ناقوس الموت؟ سيدي. ها؟ جاوبني، انت ناقوس الموت ما هيك؟ احكي لك، احكي، انت اللي عم تقتل البشر ما هيك؟ ها؟ سيدي. ها؟ شهد
سيدي بالأول لازم نستجوبه، لا تتهور. سيدي شحطوا له الواطي. قوم قوم. امشي امشي قدامي. مجموعة أوغوز بتجهزوا حالكم، بدنا نخلي من هون، بتنطفوا الفوضى هي كلها. أوكان جيب لي كرسي لهالحيوان واربطه منيح منشان ما يرفس. حاضر سيدي. قوم تجمعوا كل شي بتلاقوه مفيد إلنا، كل شي ممكن نحتاجه جيبوه، استعجلوا. حاضر. يلا شباب همي همي. أمرك سيدي. يشار تعال عندي.